غندي غضتك تخجل غض السادي. وش؟ عادي سلس للمس غندي وغرتك صارت حط انت دور غرغنت غندور غرنت زاهي غرغنت غرنوت غرنت جداي زاهي لو ما لبس تاجي زاهي ولو ما لبس تاجي زاهي لو ما لبس تاجي غرغنت غرندور غرننجي زاهي لو ما لبس تاجي ايه حيد العين سلس ملس اللمس غرغنجي سلس ظلتك تخجل غض الساجي سلس غر لمس غر غرنوت غرننجي يا ربي على هذا الوقت شوف الأسى باقي دقايق خمس دقايق والله والله خلنا نروح لان ابناه طيب ختم ختمية قوية صلوا على راح العب ونجي من اللي يقول شو شو اللي ما ابي اجيب مصطلح هذا المهم اللي بيطارحني اوكي يطارحك؟ طارحني طارحني طال عمرك الظهر اما ذا الحين شارب من الهواء ها؟ اي والله شارب من الهواء ها؟ خليه يطفي البند وانا ما اللي طيب انا على ركبي والله لا يطرحني والله اظهر في البث بكره بدون مايك خصم انا اول ابراهيم افكر وانت على ركبك انا على ركبي كي واحد يطرح لا لا الله خليك على حيلك يلا عشان ما يمشي احد قل بطالحك انا يا شيخ يا ولد والله لو ما كتفي دلل عليه والله العظيم اني ها ماني طارحني كيف يطارح؟ ضرابه طارح طارح ايش حدنا هو يقول اللي طرحني قلب السالفه قلب الكلمه يلا هو يعني ينطرح كلامكم الذل علي نذر انك على الصدام ولك والله ما في يا ولد تعال تعال عبد الله عبد الله انزل بدالي طاقه انزل بدالي انا على ركبي وبيد ولو تطرحني عادني على وعدي الماي الدراج الدراج اسمع التحدي الرياجي كسر واخو محمد اقولهم والله اللي بيطارحني وانا على ركبي ويطرحني اللي اظهر بكره في البث البث كامل بدون مايك اظهر اول ابراهيم لا العرب انت تدري انت انت تدري ذا الراس اللي انت تدري متون تشيل الراس من واحد من الروس ونعم 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 ذالين عليه لا يطلع باكر ببراي يا فلاح نصحه نصحه يوم تشوف اخوي يقطع مرة والله العظيم او ينل نصحه يطلع باكر بدون مايك ونتسبب فيه على شيء من الحاره نتسبب فيه ليش من هو اكحل او يلا حلا اكحل انا نحتلته فيه اسمع اسمع والله انه حنيني خلاص اسمع انت انت ما انت محتلين فيه وانا احتلت فيه يقول على ركبه وبيد واحده خلنا من دونه ونعم 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 ولا تهجفل اوي يقول على ركبه